تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. ومهما كانت دي مصر، وكل خطوة بنصر، تعيش يا مصر ونعيش لمصر ونموت لمصر. مصر مصر تحيا مصر. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم مصر في القلب على قناة المحور، قناة العائلة العربية. لا أحد ينكر ما تبذله الدولة المصرية تجاه أبنائها في الداخل وفي الخارج، وفي الخارج قبل الداخل كمان. وضعت اسم مصر شامخا وسط دول العالم بفضل جهود الرئيس الوطني المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي. حط مليون خط تحت كلمة الوطني المخلص لكل اللي بيسيئوا لهذه البلد ولهذا الوطن. النهارده كلهم صامتين على ما يبذله سيادة الرئيس والقيادة السياسية علشان يحافظوا على صحة كل مواطن مصري في هذه الأزمة الصعبة التي حيرت أكبر الدول، الصين وأمريكا، دول أوروبا، أزمة كورونا اللي بيمر بها العالم أجمع. لم يترك سيادة الرئيس عالقا يريد العودة إلى مصر. أي وطني، أي مصري، الدولة ما تخلتش عنه، ما سابتش حد عالق في مطار برة أيا كان بعد المسافة أو أيا كانت الدولة اللي موجود فيها. لبى النداء وأمر بتحمل صندوق تحيا مصر لتكاليف إقامتهم حتى يعودوا إلى منازلهم وأهليهم سالمين بكل صحة وأمن وأمان، عشان يمارسوا حياتهم الطبيعية في وسط أهلهم، في وسط الأهل والأسرة بدون أي خوف. لو جه انخرط الوافد في وسط أسرته كان هيبقى فيه قلق علينا وعلى المجتمع أجمع. ولكن الدولة خطوة بخطوة، والله بدون رياء، هذا الملف اتعاملت معاه الدولة تعامل يعني مشرف بكل حياد. رئيس على قد هذه المسؤولية، المسؤولية التي رقع أمامها كبار الرؤساء، تعامل معها بكل بساطة وبكل حرفية. رئيس يعمل بكل جهد سابق الزمن ليضع مصر في مكانتها الطبيعية كدولة رائدة. وهذه الأزمة كشفت أن البرنامج الاقتصادي المصري أثبت قوته يعني قوة على الأرض الواقع. النهاردة الدولة بترصد مئات المليارات عشان تقضي على هذا الوباء، سواء في مجال الصحة أو ما يضخه البنك المركزي من أرقام فلكية. فالدولة ولله الحمد أصبحت عافية. هناك دول أقوى منا اقتصاديا عانت وما زالت تعاني خلال هذه الأزمة. ونقول بناء على هذا لكل العملاء والمأجورين، لكل الناس اللي بيكنوا كل حقد وكل كراهية لمصر، موتوا بغيظكم. وأقول شعب مصر العظيم، ابعدوا عن الشائعات وتحروا الدقة
في الحصول على أي معلومة أنتوا محتاجينها. خد من المصدر، استقي من الجهات المنوط بها في الدولة، سواء وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التنمية المحلية. أي معلومة أنت عايزها خدها من مصدرها، ما تسمعش للشائعات. بنعيد مرارا وتكرارا، أهلنا وأحبائنا كل المصريين من السلوم لإسكندرية لأسوان، أرجوكم بلاش الشائعات، ما تصدقوش الشائعات أرجوكم.